لابد نتعلم الدين. ما هو الإسلام؟ لو قال لك قائل ما هو الإسلام، تقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. ما معنى الاستسلام؟ أن تسلم لله، تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. يعني لا يأتي عندنا مسلم يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات؟ مسلم، إذا أنت عبد، تقول إيش؟ سمعت وأطعت، مفهوم؟ ما تقول لماذا أصلي ركعتين وكذا، صح؟ لأن الله هو الرب، صح؟ هو المالك، هو المتصرف. أنا أقول إيش؟ سمعت وأطعت. الذي يقول لك أنه حر، لأن بعض الناس قال يقول أنا حر، قل صلي، قال إيش؟ أنا حر. نقول أنت بهذا إيش؟ عبد عند من؟ عند إبليس. خلقت حتى تكون عبد لله، وهذا في عزة. بل أعلى مقامات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ عبد، صحيح أو لا؟ بل تقول أشهد أن محمداً عبده. العبودية هنا فيها عزة ورفعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. لابد تسلم لله بأنواع التوحيد الثلاثة، مسلم وسلم، تمام؟ أنواع التوحيد الثلاثة، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. مسلم لابد تطيع الله، أذن تصلي، ما تقول أنا حر، فهم؟ انقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أو وسطية أهل السنة والجماعة في التعامل مع غير المسلمين بالقلب واللسان والجوارح، تقدم معنا. إذن هذا المسلم، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله، لأن المسلم لابد يتميز عن المشركين. الآن مرأة مثلا لابد أنها تتميز عن اليهودية والنصرانية. الآن هل اليهودي مثل النصراني؟ هل اليهودي مثل النصراني؟ لا، في المعتقد يختلف، صح؟ في اللباس يختلف، في أماكن العبادة في اختلاف، صح؟ إذا لابد المسلم يخالف من؟ اليهود والنصارى، صح؟ في المعتقد، في الهيئة، نعم. ولهذا أهل السنة والجماعة سأل الله يجعلني وإياكم منهم يقول عندنا أشياء هي شعار لأهل السنة والجماعة، منها المسح على الخفين، مسح الجوربين، نعم، شعار لأهل السنة والجماعة، أشياء عرفوا بها، أصبح لهم أمر مميز عن باقي الأمم. طيب، أي نعم. طيب، الاستسلام لله بالتوحيد وانقاد له والطاعة، البراء من الشرك وأهله. الدين الإسلامي مراتب ثلاثة، ثلاث درجات. الدين الإسلامي كم مرتبة؟ ثلاثة مراتب، ثلاث درجات. الدرجة الأولى الإسلام، وأعلى من الإسلام الإيمان، وأعلى من الإيمان الإحسان، مفهوم؟ وكل مرتبة لها أركان، أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة، الإحسان ركن واحد، مفهوم؟ هذا إجمال الآن. إذن الدين الإسلامي مراتب الدين ثلاثة، إسلام، إيمان، إحسان. الإسلام، أركان الإسلام خمسة، يلا من يذكر لي أركان الإسلام والبقية؟ نعم يا أخي، وأنت واقف، لا هذا آخر شيء، نعم، شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى أشهد؟ ما معنى أشهد؟ أشهد يعني أقر بقلبي، ناطقا بلساني، عاملا بجوارحي. أشهد يعني أقر بقلبي، ناطقا بلساني، عاملا بجوارحي، ألا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، كل ما عبد من دون الله عبادته باطلة. لا إله إلا الله بنا، مثل هذا المسجد الآن، يقوم المسجد عندك الآن على كم عمود؟ شوف هذا، عمودين عندنا في الوسط، لو أسقطنا عمود من هذه العمودين انهار السقف، صحيح؟ إذن البناء يقوم على ركنين، هذه تسمى أركان الشهادة. إذن الشهادة كم لها ركن؟ ركنين. هناك سيأتي معنا في شروط لا إله إلا الله، هذه تأتي ثمانية أو سبعة.
لكن أركان الشهادة، الشهادة تقوم على ركنين: نفي وإثبات. لكلمة الإخلاص ركنان هما نفي وإثبات فاحفظنهما. إذن لا إله إلا الله بناء يقوم على ركنين. الركن الأول تنفي جميع ما يعبد من دون الله، تكفر بجميع ما يعبد من دون الله، لا معبود بحق، تخلية، هذا أول. إنني براء مما تعبدون، هذا الإيش؟ الركن الأول. الركن الثاني إذن لا بد من هذه الركنين، أن تكفر بجميع ما عبد من دون الله، ثم بعد هذا تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. هذا أركان الشهادة. إذن ولهذا قال لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني أكفر بكل ما عبد من دون الله واثبت العبادة لله وحده لا شريك له. تمام. إذن هذه أركان الشهادة، ولا يمكن أن تقوم معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا رب بحق إلا الله. لماذا؟ لأن هذا التوحيد ربوبية، مفهوم؟ أي نعم. ولو قلت معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، يعني كل معبود هو إله، أعوذ بالله. لابد في لا إله إلا الله من نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، مفهوم؟ مهم جدا، حتى من يترجم عندنا لابد تكون الترجمة صحيحة واضحة 100%. طيب نعم. إذا لا إله إلا الله قال نافيا جميع ما عبد من دون الله، إلا الله مثبتا عبادة لله وحده لا شريك له. وكما أننا نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. إذا نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. مقتضى الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني لا نبتدع في دين الله، هذا مقتضى الشهادة. إذا لابد أن نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ومقتضى الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا الركن الأول من أركان الإسلام. الركن الثاني، أن يذكر لي الركن الثاني من أركان الإسلام. هذا الركن الأول، لا لا لا، نحن لسنا في سوق الخضار. سوق الخضار هناك تتكلم كما شئت، أما هنا برفع الإصبع يا أخي. الصلاة خطأ. يقول الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، خطأ. نعم، وانت واقف إقام الصلاة، ما الفرق؟ هذا قال الصلاة وقلنا خطأ، وهذا قال إقام الصلاة، إيش الفرق؟ الله أكبر. يقول نعم، لأنه قد يصلي وما يقرأ فاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ممكن يظن أنه مصلي لكن هو مو مصلي، ممكن يصلي في اليوم ركعتين يقول أنا صليت أقام الصلاة، لا. إذا لابد من إقامة الصلاة، يقول أن تأتي بالصلاة تامة بشروطها وأركانها واجباتها ومكملاتها، ولا تأتي مبطل مبطلات الصلاة. نعم. إذا لهذا قال إيش الركن الثاني؟ ما هو؟ إقام الصلاة. تمام. طيب الثالث، أي تاء الزكاة. ما يصلح أن يقول الزكاة كذلك. لماذا؟ لأنه لابد أن تؤخذ من أموال معينة إلى طائفة معينة بمقدار مخصوص في زمن مخصوص. فأنا ممكن هذا الأخ عنده 40 مليار، كم؟ 40 مليار دولار هذا الشيخ، تمام، وأخرج 1000 ريال، هذا زكى صح؟ آتى الزكاة؟ لا. ممكن أخرج الزكاة أعطاه لأمي أو لزوجتي، يقال عنه ممكن أنه زكى. آتى الزكاة؟ لا. مفهوم؟ نعم. طيب هذا الثالث. الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام الذي بمكة، مفهوم؟ حج بيت الله، قال الحرام يعني
الذي بمكة، مو يحج إلى كذا وكذا. أي نعم، هذه أركان الإسلام الخمسة. بني، يقول عليه الصلاة والسلام، بني الإسلام، يعني بناء الإسلام على كم ركن؟ خمسة. لو أسقطنا ركن انهار البناء. تمام، إذن هذه هي المرتبة الأولى، الإسلام. ننتقل إلى المرتبة الثانية، الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان يا أخواننا قلنا نهتم بالتعريف شرعيا. الإيمان شرعا، لابد في تعريف الإيمان شرعا من أمور خمسة في التعريف. لا نتكلم عن إيش أركان الإيمان، أركان الإيمان كم؟ ستة. لكن في تعريف الإيمان لابد من ضوابط كم؟ خمسة. في تعريف الإيمان لابد من أمور خمسة تذكرها في التعريف حتى تكون في التعريف موافق لأهل السنة والجماعة. هذا هذا أعطينا جوال، ضعوا هنا يبغى هو يسجل. إيه نعم، ما في مشكلة، جزاك الله، بنت بعد الدرس نتفاهم معك. طيب، إذن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة لابد فيه من ضوابط خمسة. هو قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل القلب، وعمل الجوارح، يزيد وينقص، يزيد وينقص بالطاعة وبالتفكر في مخلوق. ليس فقط يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعة وبالتفكر في مخلوقات الله وترك المعاصي، مفهوم؟ هذه أسباب زيادة الإيمان، وضد أسباب نقص الإيمان سيأتي معنا، مفهوم؟ طيب، مرة أخرى، إذن لابد في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة من ضوابط خمسة. قول باللسان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، واعتقاد بالقلب، لأنه لابد الباطن يوافق الظاهر، خرج بهذا من؟ المنافق نسأل عافية السلام. وعمل القلب وعمل الجوارح، عندنا عمل القلب، نعم القلب له عمل مثل الخوف والمحبة توكل، تمام. وعندنا عمل الجوارح مثل الصلاة، مثل الصيام، تمام. يزيد، نعم الإيمان يزيد، أيكم زادته هذه إيمان. ينقص، نعم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وإذا كان يزيد لابد ينقص، تمام. إذن هذه ضوابط كم؟ خمس. عندي سؤالين. السؤال الأول، عندنا إنسان يقول بلسانه، يقول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعتقد بقلبه، ماذا نسميه؟ برفع الإصبع، نعم يا أخي. منافق فقط، منافق نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار. لأن يعني عندنا نفاق أكبر ونفاق أصغر، قلنا طالب العلم تحدد بالضبط صح، لأن عندما تقول هذا نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار تخوفه صح. أي نعم، أحسن تقول نفاق، ما نعم ممكن أصغر نفاق، مفهوم؟ أجلس، تمام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندنا إنسان يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشك طرفة عين، مفهوم؟ فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد بقلبه لكن لا يقول بلسانه، وهو صحيح معافى قادر على الكلام. أعيد السؤال مرة أخرى، عندنا إنسان يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشك طرفة عين، لكن لا يقول بلسانه، مع أنه صحيح معافى قادر على الكلام، ماذا نسميه؟ بسم الله. منافق خطأ، نعم. وش بك شك يعني متردد أنت؟ ما نعم نعم خايف، نعم نعم تمام. يقول أئمة الكفر على هذا، فرعون على هذا، أبو جهل على هذا، إبليس على هذا، نعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مفهوم؟ وقلنا لكم الإيمان لابد فيه من قول وعمل
واعتقاد، صح؟ يزيد وينقص. كيف يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه وهو صحيح معاذ قادر على الكلام؟ أبو جهل على هذا؟ فرعون على هذا؟ إبليس على هذا؟ نعم. تمام. إذن نحن لسنا أهل للفتوى، صح؟ تمام، الحمد لله، اتفقنا. إذن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة ينقص، يزيد وينقص. تمام. أركان الإيمان ستة. يلا بسم الله. الركن الأول أن تؤمن بالله. كيف أؤمن بالله؟ قال الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأمور أربعة: أن تؤمن بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات وتؤمن بوجود الله. أخذنا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والإيمان والأدلة على وجود الله كثيرة جدا. إجمالا أربع أدلة: العقل، يستحيل أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذا الانتظام البديع في الكون إلا ويثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. العقل. الثاني الحس، قلنا تكون في كرب شدة، قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا بالغيث ينزل، هذا دليل محسوس ملموس. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار حسي. الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. الشرع كثير، بل قال ابن القيم رحمه الله: ما من آية في كتاب الله إلا فيها دليل على التوحيد. تمام. هذا الإيمان بالله. إذن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والإيمان بوجود الله، ودل على وجود الله أدلة كثيرة يمكن أن نجملها في أربع أدلة: العقل والحس والفطرة والشرع. مفهوم؟ طيب. ملائكة، الإيمان بالملائكة، كيف نؤمن بالملائكة؟ نادر. انتبه. الإيمان بالملائكة نؤمن أنهم عالم غيبي. عالم يعلمون الغيب؟ لا، عالم غيبي يعني لا نراه، عالم غيبي. خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، يطيعون الله ولا يعصونه. لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. لهم أرواح روح القدس وأجساد، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع، وعقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. تمام. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. نؤمن بهم إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم مثل لا يعصون الله ما أمرهم، وأعمالهم من أعمال مثلا جبريل عليه السلام موكل بالوحي، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. تمام. إذن الإيمان بالملائكة، عيد مرة أخرى، نؤمن بأنهم عالم غيبي، خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. نؤمن بهم وبما علمنا الله من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم والأخبار التي جاءت عنهم.